جامعة القاهرة والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال. مساء الخير يا مساء فندم، الخير، منورنا. الله يخليك يا مرسي. احنا هدينا شوية، وكان في كلام كتير قوي الأسابيع أو الأسبوع اللي فات تحديدا، الأيام اللي فاتت، عن ليه كان ضرورة، لدرجة الناس بقت في الشارع حافظة كلمة ضرورة. لكن منين يجي الاطمئنان أن القادم أفضل؟ التنفيذ بجدية، تنفيذ الإصلاح بجدية، إن الناس تشوف إن تبتدي تشوف ملامح لهذه الإجراءات الاقتصادية، ملامحها بتعود عليهم بالنفع، خاصة فيما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات، التشغيل وهو الأهم، توظيف الناس، لأنه في الآخر البني آدم المواطن المصري العادي محتاج حد أدنى من دخل، حد أدنى من الخدمات. فالإصلاح مش هيحس بيه المواطن المصري إلا إذا انعكس في خدمات عامة أفضل، زي ما حضرتك قلتي، تعليم أحسن لأولاده، علاج صحي أفضل، وفي كل المجالات يقدر تأمين صحي يأمن شر المرض، وأخيرا دخل أو حد أدنى من الدخل يضمن له ولأبنائه الحياة الكريمة، وللشباب وهو هذا هو الأهم، فرص عمل حقيقية تقدر تشغلهم، ونقدر نشوف مستقبل أفضل لهؤلاء. ده اللي لازم نبتدي نشوفه. هنبتدي نشوفه على مدار، أنا بتصور إنه أفضل حاجة هنبتدي لازم نبتدي نشوفها هو التشغيل. عشان كده بنقول إنه الإجراءات اللي عملناها دي أهم أهدافها هو تشجيع الاستثمار. يعني إيه تشجيع الاستثمار؟ أنا ابتدي عندي يبقى عندي استثمارات خاصة واستثمارات عامة في مشروعات جديدة تشغل الناس، أحافظ على المشروعات القائمة، يبقى عندي مشروعات صغيرة الناس بتقدر تشتغل في القرى وفي المحافظات المختلفة وفي القاهرة وفي غيرها في مجالات مختلفة، فيبتدي عندي مستوى حياة أفضل. ده الهدف كان من هذه أو جزء أو الهدف من الإجراء الأخير، خاصة الخاص بتحرير سعر الصرف، لأنه هو رغم تحرير سعر الصرف أو مشكلة الصرف في مصر أو سعر الصرف والدولار إلى آخره، حضرتك اتكلمت كتير قوي في هذه القصة، إنها نتيجة وليس سبب، لكن تراكمت. يعني إيه نتيجة وليست سبب؟ عشان نبسط للناس ببساطة شديدة، وأنا متأكد إن كل الناس بدأت تبقى تستوعب هذا الكلام دلوقتي، إنه أنا في الخمس سنين الأخيرة أو الست سنوات الأخيرة على وجه التحديد بدأ يحصل عندي انكماش اقتصادي. يعني انكماش اقتصادي؟ ابتدى فرص نتيجة الظروف السياسية اللي مرينا بيها، ثورتين، فترة حكم الإخوان، 30 يونيو وما بعدها من عدم استقرار سياسي، كل ده أثر على ببساطة شديدة السياحة والأحداث التي دارت، وهي المدخل الرئيسي للعملة الأجنبية، فبقاش العملة الأجنبية أو الدولار على وجه التحديد بدأ يقل عندي. اتنين، بدأ في ندرة. اتنين، التجارة العالمية في أزمة بقالها 3 أو 4 سنوات، فدخلي من قناة السويس بدأ يقل. أيضا حصل انخفاض في قبل تحويلات المصريين، حتى حصل انخفاض في الأسعار السلع الغذائية على وجه التحديد فيما يخص محصولاتنا التصديرية، فرغم أنها زادت من حيث الحجم لكن العائد على التصدير قل. دي نقطة ما حدش بيتكلم فيها كتير. تحويلات المصريين في الخارج كل ما بدأت يبقى عندي فرق بين السعر هنا وسعر بره، فبدأ يحول من الخارج، ما بيخشش على القطاع المصرفي. كل ده أدى إلى أنه عائد الاستثمارات انكمشت انكماشا كبيرا جدا نتيجة عدم الاستقرار السياسي في الفترة من 2011 ل 2013، ثم عدم وضوح السياسات الضريبية، ثم مشاكل العملة المختلفة بدأ يحصل، ثم عدم القدرة على تحويل الأرباح إلى الخارج. ده كله خلى الحجم الاستثمارات، وبالتالي مفيش دولارات بتخشرك ولا عملة أجنبية. ده كله مرتبط ب طب ليه ده أثر علينا؟ لأنه عندنا عجز في ميزان المدفوعات وعجز في ميزاننا التجاري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما نصدره وما ننتجه في الداخل، احتياجات الداخل أقل بكثير مما نستورده، فنحن دولة تستورد أكثر، وبالتالي اعتمدنا على العملة الأجنبية أو الدولار للاستيراد
كبير جدا اللي هي فيها ندرة أو فيها قلة يعني. وبالتالي في العوامل دي بدأت تتراكم فأصبح عندي مشكلة ندرة في توفر هذا الدولار في القطاع المصرفي. بدأ يحصل عندي هذا الفارق الكبير جدا بين السوق السوداء أو السوق الموازية وبين السعر الرسمي. طب ده كان أثره إيه؟ أثر واحد أنه أدى إلى تضخم شديد جدا، لأنه كل الناس بتحسب الأسعار على ما هو في السوق الموازية، لأن أنا لو أنا جاي بستورد سلعة وضاع ما بقدرش أخدها من أو عاوز مستلزمات إنتاجي مش باخدها من البنك، باخدها منين؟ من السوق الموازي. وبالتالي بدأنا كل التسعير أصبح بيتم على السعر المتبع، فعندي انكماش اقتصادي، فرص عمل قليلة، ومع ذلك التضخم عمال يزيد والأسعار عمالة تزيد. فده نتيجة هذا الفارق الكبير. اتنين، ما بقيناش قادرين على فيش استثمار، لأنه الاستثمارات حتى رغم تحسن الظروف السياسية واستقرار السياسات الضريبية محدش هيجي يستثمر. هو هيدخل بسعر لأنه لو دخل بتسعة جنيه زي ما كان أو 88 وهو بخمستاشر أو بستاشر في السوق الموازية، هو أول ما بيخش بيحط دولار هو خسران 30-40% أو 50% من كمان. قيمة ما يدخله. هحضر ميزانياتي على أي أساس؟ هعمل أرباحي على أي أساس؟ هجيب مستلزماتي من الإنتاج منين؟ ده كله أدى إلى تعويق الاستثمار. فرغم أنه بداية مسألة ندرة الدولار دي كانت أثر والسعر الصرف كان نتيجة للمشاكل الاقتصادية، أصبح في حد ذاته فضلت تكبر، هذا العرض يكبر لحد ما بقى مرض بحد ذاته يحول دون أن أنا عاوز أقضي على هذا التضخم والسعرين، عاوز أشجع الاستثمار مرة أخرى هعمل إيه؟ فكان أصبح الضرورة علشان أبتدي أرجع تاني من نقطة البداية وإن أنا حدد أشجع الاستثمارات وأقلل من هذا التضخم والعجز إن أنا أقضي على فكرة السعرين. ومن هنا جاءت ضرورة تحرير سعر الصرف، وأنا في رأينا خطوة أخرت سنوات طويلة جداً واندفعنا ثمن وأهدرنا كتير من الاحتياطي النقدي الأجنبي بتاعنا عشان أحمي الجنيه، ولكن في حقيقة لم أحمي الجنيه ولم أطور الاقتصاد بتاعي ولم أشجع صادراتي. طيب أنا عندي مسارين وبالتالي دي خطوة من ضمن خطوات كثيرة، لكن هي خطوة الناس يعني قلقت جدا لأنها بتحسها كلها بالفروق. وبالتالي دي كانت خطوة لابد أن يتبعها خطوات أخرى اللي هي تشجيع الاستثمار. فكرة برضو لازم نتكلم، احنا متكلمش على تحرير سعر الصرف، الدعم العيني للمنتجات البترولية أيضا فكرته أنه لا يذهب إلى مستحقيه. يعني أنا النهاردة البنزين 92 محروقات وإلى آخره، وانت عاوزة يمكن اللي أنا فهمته أنه كان في مداخلة من سيد وزير المالية عشان يقلل العجز في الموازنة. يقلل العجز في الموازنة يعني عنده إنفاقه أكبر بكتير من إيراداته، فلازم يزود إيراداته الضريبية وإيراداته المباشرة من خلال تشجيع الاستثمار ويقلل من النفقات العامة أو يوجه جزء من هذه النفقات لخدمات مجدية أكتر زي الصحة وقطاع التعليم. فكان لابد أيضا من هذه الخطوة. بس البعض بيرى أن ده كان يستلزم، طالما أنت هتحرر سعر أنت عونت الجنيه وحررت سعر الطاقة بشكل كبير جدا، أنت بتحاول تشتغل اقتصاد بحقي وحقيقي اللي هو سعر واحد للسلع، وأنا كنت بقول ده لوزير المالية. ده البعض كان بيعتقد أن لازم يصاحب ده دعم نقدي، يعني مفيش حته منه، لا تاخد كل البرنامج يعني الفكره كلها على بعضها، لكن مفيش تاخد تحرير وتسيب ما هو انت قلت لي ان انا لا يصل الى مستحقي، بس انت في الحقيقه في ما يبدو انك بتوع بنزين 80 دول جيت عليهم. احنا بنتكلم بجد وبصراحه مش طبعا طبعا. احنا متاخرين جدا في قصه الدعم النقدي وبرنامج تكافل وكرامه رغم ان هم برامج جيده وبداية وتطبيق، لكن هو اكتر دعم اجتماعي لبعض الأسر، لكن ما هواش الدعم النقدي البديل الكامل اللي احنا عاوزينه اللي هو الصريح اللي وما عندكيش داتا كافية ومتأخرين. لا داتا كافية زي ما انا مختلفة في المسألة دي مع لا ما بتشتغليش ما عندكيش. يعني انا لما يكون الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيدي لحضرتك نسبة الفقر لا لا لا, لا كذا انا بتكلم انا هعرف الأسر دي هعرفها منين؟ انت عندك حصر كامل لهذه الأسر المحتاجة؟
المفروض يكون في ده موجود. لا ما عندكيش بدليل ان عندك حددت الفقر عندك ازاي؟ عندك عندك هرجله حتى هذه اللحظه فيما يخص يعني انت عارف ان اسيوط فيها 60% من فقر 60% في اسيوط فقر. طب انت على فكره قصه الفقر في مصر محدده سهل جغرافيا ان انا اقدر لان كان عندك حصر قبل كده لاكثر القرى فقرا في مصر ممكن تستهدفيها بس مش ده مش كفايه للدعم النقدي لانه انت محتاجه كمان انك انت يبقى عندك تعرفي توصلي لهؤلاء وعندك حصر لهذه الاسر وعندك داتا حقيقيه وعندك رقم دات يعني رقم قومي لكل هؤلاء اقدر اوصل لكل الناس في هذه القرى. انا اعتقد ان احنا متاخرين جدا 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 في هذه الخطوه وغير جادين حتى هذه اللحظه. ما فيهاش كلام لا شك لان انا زي ما كنت بقول لحضرتك يعني الناس بتقابلنا في الشارع تقول لنا مش انتوا قاعدين تقولوا ما ينفعش اللي عنده عربيه كبيره ياخد بنزين زي اللي عنده عربيه صغيره. طب يا سيدي انت حررت السعر على الكبير، انا بقى الصغير بتفرمني في النص ليه؟ انا فين؟ انتوا ما ادوني بقى، ما هو انا خلاص هشتري بالسعر العادي جدا بس اديني في ايديا عشان اقدر ادفع الفرق. لا انت برنامج العداله الاجتماعيه بتاعك لسه مش جاهز ببساطه شديده. محد يعمل اصلاح من غير ما يعمل برنامج العداله الاجتماعيه والحمايه الاجتماعيه. النهارده انت النهارده قلتي ان هعمل برنامج الاصلاح الاقتصادي والبرنامج لانك هتصرفي على برنامج العداله الاجتماعيه منين؟ ما هو لازم تزودي ايراداتك العامه وتقللي من نفقاتك العامه. هي مساله اصبحت عشان انجح برنامج العداله الاجتماعيه واصرف بجد ودعم النقد الدعم النقدي لابد ان يكون عندي موارد حقيقيه. هذه الموارد الحقيقيه مش هتيجي الا بعمليه الاصلاح الاقتصادي، وبالتالي الاثنين مسارين في غايه الاهميه. ما ينفعش ان انا لا يمكن همشي ببرنامج عداله اجتماعيه من غير هو انا عندي عداله اجتماعيه النهارده؟ طيب نتيجه سوء الاوضاع الاقتصاديه لابد ان الاثنين يبتدوا يشتغلوا مع بعض. وبالتالي يعني حضرتك بتجاوب لي على سؤالي بصراحه، بتقول لي صحيح احنا متاخرين في موضوع الدعم النقدي بس خلي بالك برضو ان هجيب منين؟ ما انا عايز موارد فلازم الاقتصاد الاول يشتغل. فهنا بقى تحديد الاولويات طبعا قطاع التعليم، الصحه، النفقات، ان انا برضو ما انا لو بتكلم على اصلاح اقتصادي بالشكل كامل ما انا كنت لازم ارفع اسعار الخدمات المواصلات العامه مثلا. هي كانت ناقصه. ما هو لو انت لكن ما اقدرش ان انا افتح كل انا حتى انا اعتبرت في احد يعني الكتابات اللي انا كتبتها قلت هيبقى خطا سياسي واجتماعي جسيم يعني 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 فعلا هاذي المواطنين البسطاء بشكل غير مسبوق لو انا كمان ضفت الى ما يحدث بان انا الى جانب موجه الغلاء ان انا ازود اسعار رغم انها خطوه ضروريه بس لازم يوزيها لانك انت لان خلي بالك بس لازم يوزيها اجراءات خاصه يعني بالحمايه. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انت برضو في نقطه مهمه من الناحيه الاقتصاديه من غير ما نصعبها على الناس. هو انا في حقيقه الامر لما حررت سعر الدولار وقللت او رفعت جزء من الدعم على البنزين والمحروقات هو انا مش رجعت دعمته تاني لان انا باخده بسعر اعلى؟ ما هو في الاخر الدعم في حقيقه الامر لم يرفع بشكل كامل لانه في الاخر هو الفرق في السعر دوت مين اللي هيدفعه في تغير العمله؟ ما انا بستورد، ما انا دوله مستورده ده هو الحمد لله ان ربنا يعني سهل لنا واسعار النفط انخفضت عالميا لانه ما كانش انخفض. ولذلك برضو انا في رايي انه هذه كانت خطوه مهمه في هذا التوقيت لان كل ما هتاخر كل ما التكلفه على الموازنه وعلى على الـ على الانفاق العام هتبقى اصعب بكتير. طيب هكلم حضرتك بصراحه، انا قلقانه ان في النص كده الناس هتقع مننا بصراحه لان انا مش حاسه ان وده يمكن كان في لقاء هذا الاسبوع مع السيده غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي يعني انا كنت بقول لها الناس بتقول لك مسكن والحقيقه مش مسكن بروفين ولا كتافلام، ده احنا عايزين ترامادول للناس اللي في الوضع ده عايزين مسكن حقيقي. بقولها وانا ضميري مرتاح مش حاسه ان الناس دول احنا معاهم. انا في رايي زي ما قلت لك برنامج الاصلاح الاجتماعي وبرنامج العداله الاجتماعيه حتى هذه اللحظه ليس لا يؤدي دوره بالقدر الكافي. التعليم مش بس جودة، توفيره بشكل لائق لأبنائنا مش موجود. الصحة رغم المحاولات اللي بتعمل لا حققنا في فيروس سي، في دلوقتي في برنامج عشان مرضى السكر إلى آخره، لكن في حقيقة الأمر التأمين الصحي مهلهل في مصر. دول أهم ركنين العدالة الاجتماعية، حلقتين أساسيين في العدالة بس الاجتماعية. بس أنا بتكلم عن الحماية ثم الدخل
ما هو بقول لك الحد الادنى يعني اصل الحمايه ان انا عايز احمي واحد دلوقتي حالا زي ما قلنا حكايه الدعم النقدي مثلا. العداله الاجتماعيه مفهوم طويل الامد بقى يتعمل فيه كل حاجه، يتعمل فيه التعليم ويتعمل فيه الصحه ويتعمل فيه تكافؤ الفرص ويتعمل فيه كل حاجه، لكن انا دلوقتي قلقانه على ناس بتوع الحمايه الاجتماعيه. انت النهارده لو ما هو عشان كده التشغيل لازم ده جزء مهم، الناس تخش في جيبها فلوس، هتيجي تجيبها فلوس منين؟ لما بحاجتين، القادر على العمل ان انا اوفر له فرصه عمل، هتوفر له فرصه عمل ازاي؟ لابد من تشجيع الاستثمار، لابد من مشروعات الخاصه انها تزيد، لابد ان انا ازيل موقع. وزير الماليه بيقول لي يعني الافضل ان احنا ندي نزود دخل رب الاسره ولا عنده ثلاث اولاد نشغلهم له؟ اكيد ان احنا نشغل له ثلاث اولاد، لكن برضو هسال السؤال من ناحيه هنا يعني لا تمثل الدوله بشكل رسمي، فكره ان مش مفهومه قوي ان مع برنامج التقشف الخاص بصندوق النقد هتقدر تعمل سياسه توسعيه فيها ضخ استثمارات وتوظيف وتشغيل. ده اهم تحدي من وجهه نظر البعض خلال السنتين الجايين مساله البطاله. انا ما بتكلمش على الضخ والتوظيف من خلال الموازنه العامه او من خلال لا من خلال الاستثمارات الخاصه. طب ما هو لابد ان اساعد الاستثمارات الخاصه انها تخش. ايه التعارض اللي موجود؟ ده بالعكس ده مكون اساسي علشان اخلق فرص عمل. يعني هرجع تاني نقطه الاستثمار. هو انا ليه عمالين نتكلم يعني ايه استثمار؟